وهنبدأ سيلفي رمضان النهاردة مع زهدي حافظ، واخد أحلى سيلفي مع أحلى عيلة، أبي وأمي وأخي وبنتي وزوجتي، وربنا يبارك في صحتهم. هنا أحمد حسين واخد سيلفي وكاتب سيلفي الصحراء. صدقني الصورة جميلة جدا ومفيش أجمل من الطبيعة. ميادة مرزوق واخدة سيلفي في لمة الفطار في رمضان، هي وأختها وزياد وبنتها، ويا رب دايما مع بعض العمر كله. أما دينا جاد فمتصورة مع مامتها وكاتبة رسالة من القلب للقلب، وبتدعي وبتقول ربنا يطول لي في عمرها ويشفيها لي وما شوفش فيها أي وجع، وتفضل سنداني دايما، دي اللي مقدرش أعيش من غيرها. قادر ربنا يشفيها يا حبيبتي، هي وكل مريض يا رب العالمين. مصطفى الدمرتاش حاطت أجمل صورة فيها أكتر اتنين بيحبهم، مامته وأخوه يوسف، وبالمناسبة بيحب كمان يبارك لأخته أميرة على الخطوبة. مبروك يا عروس، عقبال الفرح الكبير. وهنا حنان محمد حتى صورتهم مع أول حفيد في العيلة، حمودي، ربنا يبارك فيه يا رب. ودي أحلى صورة في أحلى مكان في الدنيا كلها، كريم منزل صورة مع بابا وأخته مايا من الحرم وهم في العمرة. ادعيلنا يا كريم ربنا يرزقنا ويرزق كل مشتاق بزيارة بيت الله الحرام. وبعد الفطار تيجي صورة سيلفي على السريع من أحمد فكري مع تاليا بنته، اتفسحوا مع بعض وشربوا عصير قصب كمان، وكان لازم طبعا تتوج بالسيلفي. وحنختم النهاردة بصورة لعمار وليمار ومحمد، أحلى أخوات في رمضان. وبكده خلصت صورنا النهاردة، نقابلكم بكرة إن شاء الله بصور جديدة في سيلفي رمضان.